ركز لي بقى يا صديقي هنا، شايف الألم اللي في إيديا ده؟ شوف الألم ده هيعمل إيه، ومن خلال الحركة اللي الألم هيعملها دلوقتي أنت هتفهم يعني إيه فوتوكابلر، وممكن كمان في اللحظة دي تفهم بشكل كامل يعني إيه دائرة باور ودائرة تقطيع. بص كده معايا، الألم ماشي إزاي؟ ماشي كده، عدى على منطقة الحماية ودخل على منطقة التوحيد وعلى المكثف وماشي معاك على دائرة التقطيع وراح على الشوبر. وركز، خلي بالك الألم ما راحش عند الفوتوكابلر، وهيطلع من الشوبر وهيروح الفوتوكابلر أو ما يعرف بالأوبتوكابلر، من أهم وأشهر المكونات الإلكترونية في مجال الإلكترونيات وخاصة في دوائر الباور، حيث أن الفوتوكابلر هو المسؤول عن إرسال أوامر إلى دائرة الباور. طيب إيه هي الأوامر دي وبتكون عبارة عن إيه وبتجيله منين وبتروح لفين بالتحديد؟ أنا أقول لك يا صديقي، فكرة الفوتوكابلر قريبة إلى حد ما من فكرة نقل الإشارة بالضوء عن طريق الألياف الضوئية من مكان إلى آخر، وده بيكون بناء على مرسل ومستقبل لهذا الضوء. يتكون الفوتوكابلر من ثنائي ضوئي او ليد ضوئي بداخله، بس بيكون قصاد منه او ما يقابله يعني هو ترانزستور ضوئي. وظيفة الترانزستور الضوئي ده ان هو بيستشعر الضوء اللي المفروض بيجي من الليد فيبدأ يشتغل زي الترانزستور العادي بالظبط. يعني بكل بساطة الترانزستور العادي علشان يشتغل بياخد جهد من طرف علشان يخرجه من طرف اخر، وبيكون فيه طرف البيز او القاعدة وده اللي بيتحكم في الترانزستور. نفس الكلام هنا في الترانزستور اللي داخل الفوتوكابلر هو ترانزستور ضوئي زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، بيستقبل الضوء عن طريق طرف من اطرافه وبعد كده بيبدأ يشتغل زي الترانزستور العادي. كل ده هنعرفه لما ننزل للشرح العامل ما تقلقش. من اهم مميزات الفوتوكابلر، واحد، توفير اتصال امن بين دائرتين مختلفتين في الجهد والتيار، وده بيتم عن طريق الضوء بدون اي اتصال مباشر ما بينهم، وده ما يسمى بالعزل الضوئي. 2، يحل الفوتوكابلر مشاكل كتير بتحصل بسبب توصيل الدوائر مع بعضها بشكل مباشر لان هو بيعمل عن طريق الضوء زي ما احنا قلنا لحضرتك. 3، يحل ايضا المشاكل الناتجة عن توصيل كابلات طويلة المسافة بين الدوائر وبعضها والتي قد تؤثر على استقرار عمل بعض الدوائر الحساسة. 4، يعزل الدوائر الالكترونية الهامة عن المخاطر المحيطة بها ويحميها من اي توصيل خارجي خاطئ. وهنا يا صديقي هنسأل كم سؤال مهمين. السؤال الاول، ما هي اشهر الاماكن الذي يوجد بها الفوتوكابلر على البوردة؟ السؤال الثاني، كيف يعمل الفوتوكابلر؟ السؤال الثالث، ما هو دور الفوتوكابلر على البوردة؟ السؤال الرابع، كيف يتم فحص الفوتوكابلر؟ وهل بيتم فحصه بالافوميتر ولا لا؟ هذه الاسئله اللي تستحق ان احنا نجاوب عليها، بس ده بعد ما ناخد فكره عن طريقه تركيب الفوتوكابلر من الداخل. زي ما احنا شايفين كده مع بعض، هنا الفوتوكابلر هيكون ليه ارقام، وفي ملحوظه مهمه جدا، في حاجه اسمها الدليل، وركز على الدليل لان دي اهم حاجه في فكره الفوتوكابلر بشكل عام. الدليل ده هو صديقي اللي هيقدر يعرفك اين هي اطراف الفوتوكابلر ومن خلالها تقدر تحدد القطبيه الخاصه بيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان عند حضرتك هنا مثلا ده شكل مصغر للفوتوكابلر العادي وده للفوتوكابلر الاس ام دي، الفرق ما بينهم هي طريقه تركيبه ومكانه على البورده، بحيث ان الاس ام دي كلنا عارفين انه بيركب على البورده بشكل سطحي، اما العادي بيركب وبيعدي من الناحيه الثانيه من البورده وبيتلحم من ظهر البورده. عندك ده طرف رقم 1، ده طرف رقم 2، وهنا رقم 3، وهنا 4. هتسال نفسك سؤال وتقول لي هو انت عرفت ازاي ان دي هي الاطراف الخاصه بالفوتوكابلر؟ ما احنا ممكن نلفه من الناحيه الثانيه ونخلي اي طرف منهم رقم 1 وبكده هنتلخبط. هقول لك لا، ما هنا هنيجي بقى حاجه اسمها الدليل، والدليل ده بيكون عباره عن حفره صغيره بتكون محفوره في اتجاه معين من الفوتوكابلر، حاجه كده شبه الاي سي. الطرف ده هو اللي بيمثل رقم 1. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الحفره موجوده مثلا هنا، او زي ما احنا شايفين كده نقطه بيضاء موجوده هنا مكانها، ممكن تلاقي حفره بسيطه كده هي دي اللي بتحدد قطبيه الفوتوكابلر. يعني لو بصينا كده هنلاقي ان هي موجوده عند الطرف ده، بكده قدرنا نحدد ان الطرف ده هو رقم 1 من الفوتوكابلر. اللي جنبه على طول هيكون رقم 2، اللي قصاده هيكون رقم 3، واللي جنبه الاخير يعني هيكون هو رقم 4، وبكده قدرنا نحدد ارقام الفوتوكابلر عن طريق الدليل. طيب هنا شكل الفوتوكابلر من الداخل، نلاحظ مع بعض كده زي ما احنا قلنا بالظبط، ده رقم 1 جنبه رقم 2 3 4. هنا ليد ضوئي اهو، ليد ضوئي
بيرسل ضوء. مين اللي واقف هنا يستقبل الضوء ده؟ الترانزستور الضوئي اللي انا قلت لحضرتك عليه. اول ما الترانزستور الضوئي بيبدا يستقبل الضوء من الليد بيبدا يشتغل ويعمل هنا كمفتاح الكتروني. نلاحظ مع بعض هنا، بص كاتب لك ايه؟ ليد وهنا فوتو ترانزستور. خليه ضوئيه وليد ضوئي وجسم معتم، ده نفهم منه ايه؟ ده نفهم منه فكره الليد اهو، ده ليد واضحه جدا قدام حضرتك، وهنا جسم معتم يعني الجسم الخاص بالفوتوكابلر، يعني بحيث ان يبدا يكون الضوء كله باتجاه الخليه الضوئيه او الترانزستور الضوئي. اما بالنسبه للاطراف اللي احنا قدرنا نعرفهم من خلال الدليل، خلاص انت عرفت رقم 2 و3 و4. طيب هل كده كفايه؟ لا مش كفايه. بص كده معايا هنا على هذه الاسماء، عندك هنا بيقول لك ان طرف رقم 1 هو الانود، طرف رقم 2 الكاثود، طرف رقم 3 الاميتر، طرف رقم 4 الكوليكتور. طيب الاسماء دي والاطراف دي كلنا كنا فاكرينها لما كنا بنشرح الترانزستور. ركز، الترانزستور والدايود، الناس اللي حضرت معايا الفيديوهات اللي فاتت هتبقى عارفه يعني ايه انود وكاثود واميتر وكوليكتور. طيب تمام، بكده لو قلت لحضرتك طرف رقم 3 من الفوتوكوبلر هيكون ايه، هتجري بسرعه وتقول لي الاميتر، طرف رقم 4 هتقول لي الكوليكتور، طرف رقم 1 الانود، وهكذا. نشوف شكل تاني كده للفوتوكوبلر، هنلاحظ مع بعض هنا شكل كده واضح اكتر من اللي فات. ده الليد الضوئي على رقم 1 و2، تمام؟ اول ما بينور وبيرسل ضوء بيرسله لمين؟ للترانزستور الضوئي، وزي ما حضرتك شايف كده بكل وضوح شكل الفوتوكابلر قدام حضرتك اهو، ودي اطراف الفوتوكابلر. وبكده نروح مع بعض للشرح العملي علشان نجاوب على باقي الاسئله. كيف يعمل الفوتوكابلر؟ اول حاجه موقع الفوتوكابلر دائما بيكون في دائره الباور، وعلشان اللي قدامنا دي بورده 3 في 1 يعني باور وكنترول وبوست كونفرت مع بعض، فزي ما احنا شايفين مع بعض اهي دي منطقه الباور، تمام؟ الفوتوكابلر دائما بيكون داخل الساخن وخارج البارد. نقطة الدليل الخاصة بيه كلنا شايفينها اهي، دي اللي بتحدد الرقم الخاص بيه، اصبح ان هو ده رقم 1 وجنب منه رقم 2. طيب الطرفين دول هم عبارة عن ايه؟ عبارة عن ليد ضوئي، الليد اللي انا قلت لحضرتك عليه واحنا بنتكلم اثناء الشرح النظري. طيب الليد ده بيعمل ايه؟ ركز معايا بقى هنا في الكلمة دي او في الجملة دي علشان تفهم دور الفوتوكابلر بشكل واضح وصريح. وظيفة الباور نفسه انه بياخد جهد معين وبيخرجه الى جهود مختلفة او حتى جهد مختلف. يعني ايه الكلام ده؟ انا اقول لك يا صديق، هنا الدخل اللي بيكون 220 فولت اللي بيمر من خلال دائرة حماية ودائرة توحيد واخيرا دائرة تقطيع علشان يروح المحول الشوبر، وبعد كده الجهد يخرج من محول الشوبر جهد مختلف تماما في الشكل والحجم عن الجهد اللي داخل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الجهد اللي داخل كان المفروض حجمه بيصل الى 220 او 240 فولت. نوع الجهد ده او شكله بيكون موجة مترددة. يعني ايه؟ يعني جهد متردد، وكمية التردد دي بتكون من 50 الى 60 مرة في السنة. ما علينا من الكلام ده كله، الجهد اللي بيخرج من محول الشوبر وبالتحديد لو جيت تفحص الدايت شوت كده هتلاقي عليه 12 فولت، يعني جهد اقل بكتير جدا جدا من الجهد اللي كان المفروض يدخل. ونوع الجهد بيكون دي سي مش اي سي، الجهد اللي داخل اي سي، الجهد اللي خارج من محول الشوبر وتحديدا دايت شوتكي دي سي، يعني جهد مباشر. طيب تمام، بس طبعا لو ركزت معايا اكتر خليك فاكر ان الليد الضوئي اللي بيكون داخل الفوتوكابلر الليد ده بيكون من الخارج، خارج الباور. طب عايزين نفهم بشكل ابسط، المفروض ان الليد بيرسل الضوء للترانزستور الضوئي، حلو وجميل. طيب رقم 1 ورقم 2 من الفوتوكابلر بيكون مربوط عليهم الليد الضوئي، ممتاز. طيب الليد الضوئي ده بيرسل الضوء لمين؟ للترانزستور اللي المفروض بيكون مربوط على انهي ارقام او انهي اطراف؟ على طرف الاميتر والكوليكتور اللي هو طرف رقم 3 وطرف رقم 4، جميل. اللي بيكونوا موجودين فين؟ بيكونوا موجودين داخل الباور وخاصة في المنطقة الساخنة. الله، يعني اللي نفهمه ان الباور حاليا في الوضع ده اثناء تركيب الفوتوكابلر ما بيخرجش جهد من الفوتوكابلر للناحية التانية، هو بيستقبل اشارة او بيستقبل اوامر. ايه نوع الاوامر دي؟ انا اقول لك يا صديق، المفروض يعني ان هنا دائرة التقطيع اللي المفروض بتكون مكونة من اي سي تقطيع وترانزستور تقطيع، دورها ان هي بتعمل عملية تقطيع للجهد. وقلنا قبل كده ان المذبذب او
اي سي التقطيع هو المسؤول بشكل مباشر عن عملية التقطيع داخل ترانزستور التقطيع. طب بس احنا برضو قلنا في الجزء الخاص باي سي التقطيع لما كنا بنتكلم عن اي سي التقطيع بالتحديد، يعني مش قلنا قبل كده ان اي سي التقطيع ليه علاقة قوية جدا جدا بالفوتوكابلر، وعدت حضرتكم ان احنا هنشرح او هنفهم العلاقة دي في الجزء الخاص بالفوتوكابلر. احنا النهاردة المفروض بنفهم الفوتوكابلر يا صديقي. طيب هنا اي سي التقطيع علشان يشتغل لازم ياخد اوامر. الله، هو هيشتغل من دماغه؟ لا طبعا مش هيشتغل من دماغه. حلو، ركز لي بقى يا صديقي هنا. شايف الالم اللي في ايديا ده؟ شوف الالم ده هيعمل ايه، ومن خلال الحركه اللي الالم هيعملها دلوقتي انت هتفهم يعني ايه فوتوكابلر، وممكن كمان في اللحظه دي تفهم بشكل كامل يعني ايه دائره باور ودائره تقطيع. بص كده معايا، الالم ماشي ازاي؟ ماشي كده، داخل، عدى على منطقه الحمايه، ودخل على منطقه التوحيد وعلى المكثف، وماشي معاك على دائره التقطيع، وراح على الشوبر. وركز، خلي بالك الالم ما راحش عند الفوتوكابلر، وهيطلع من الشوبر وهيروح خارج الشوبر ويمشي معاك تاني، وروح رايح على الفوتوكابلر، وروح داخل من الفوتوكابلر من بره طرف واحد واثنين يعني، وروح داخل جوه تاني داخل دائره الباور. الله، ايه الكلام ده؟ ده كلام خطير بقى. احنا كده غيرنا فكرتنا عن الفوتوكابلر، احنا كنا فاكرينه بيخرج جهد، طلع بياخد او بيدخل للباور جهد. نعم يا صديقي، وده بيتم حفاظا على استقرار الجهد الخارج من دائرة الباور. يعني ايه؟ يعني دائرة الباور المفروض يعني في الجهاز ده او في التصميم اللي معايا، ان الجهاز ده مثلا بيخرج معاك جهدين، جهد 24 فولت اللي بتغذي البوست كونفرت الخاص بمنطقة الباك لايت او الليدات، وجهد اخر 12 فولت، وده اللي بيغذي دائرة الكنترول وباقي الجهاز. حلو، طيب هنا بقى يا صديقي الفوتوكابلر موجود في خارج الباور، بس معاه عنصرين اساسيين. العنصرين دول بيكون واحد منهم ال TL431 واللي بيكون هو ده، والتاني بيكون عبارة عن مقاومة او مقاومتين او اكتر من مقاومة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان طالما في الجهاز اللي معايا ده، وركز، في الجهاز اللي معايا ده بيخرج لي نوعين جهد، جهد 24 اللي بيغذي البوست كونفرت، وجهد 12 اللي بيغذي الكنترول، يبقى عندي كده ايه؟ خارجين او جهدين، يبقى هتلاقي فيه مقاومتين مربوطين، كل واحدة مربوطة على جهد معين. يعني مثلا هتلاقي فيه مقاومة مربوطة على جهد ال 12 فولت، ومقاومة مربوطة على جهد ال 24 فولت، والمقاومتين بيرسلوا الأوامر دي أو البيانات بحيث إن هم يبعتوها للـ TL431، واللي بدوره بيبدأ يستلم الأوامر أو البيانات دي علشان يرسلها للفوتوكابلر، ومن هنا يبدأ الفوتوكابلر يستلم الأوامر دي عبارة عن جهد صغير. الجهد ده بيقدر إن هو يشغل الليد اللي موجود داخل الفوتوكابلر. نقول تاني، عبارة عن جهد صغير، الجهد الصغير ده بيقدر إن هو يشغل الليد اللي موجود داخل الفوتوكابلر. ويجي بقى هنا لدور الترانزستور الضوئي، واللي المفروض مستني الضوء اللي هيجي من الليد علشان يبعت او يرسل الضوء ده لمين؟ لي اي سي التقطيع، واللي بدوره بيبدا هنا يحول الاوامر دي. ما هو كده خلاص بقى الفوتوكابلر بقى يرسلها عباره عن اوامر. ال TL431 بيرسلها للفوتوكابلر عن طريق جهد صغير ما يسمى ببيانات، بيانات عادي. فبيبدا الفوتوكابلر يرسل الضوء للترانزستور، او يبدا الليد اللي موجود على طرف رقم 1 وطرف رقم 2 يرسل الضوء ده للترانزستور، وبدور الترانزستور بيرسل البيانات دي عباره عن اوامر، بيرسل اوامر لاي سي التقطيع. بيقول له ايه بقى؟ بيقول له علي التقطيع او قلل من عمليه التقطيع. كل ما تزيد عمليه التقطيع كلما زاد الجهد معاك، وكل ما قلت عمليه التقطيع كلما انخفض الجهد معاك. وهنا المفروض ان الجهد اللي هنا ده يعني يكون 12 فولت. خلاص، يبقى الفوتوكابلر بيرسل نبضات او اوامر صغيره، بناء عن الاوامر دي يفضل الجهد مستقر عند ال 12 فولت. لو حصل اي خلل ما والجهد انخفض، بيبدا الفوتوكابلر يرسل اوامر ليه اي سي التقطيع، بحيث انه بيقول له سود عمليه التقطيع علشان الجهد اللي خارج قليل. انا بطول في الشرح مش علشان مده الفيديو تزيد ولا حاجه، لا خالص، انا بطول في الشرح علشان عارف ان في ناس بسيطه، وطبعا الناس دي فوق دماغنا كلنا، محتاجه المعلومه تكون يعني جايه لهم بابسط من كده بكتير علشان يفهم كل حاجه بشكل واضح. نرجع لموضوعنا. يبقى الفوتوكابلر عرفنا دوره ايه،
ما هو الا وسيط ما بين الخارج او البارد والساخن اللي هو داخل الباور. اهو موجود عباره عن وسيط ياخد اوامر من التي ال 431 يرسلها عباره عن بيانات لمين؟ لاي سي التقطيع وبس كده. هو ده دوره. يبقى كده احنا عرفنا كيف يعمل الفوتوكابلر وكمان عرفنا دور الفوتوكابلر على البورده. نروح لاخر سؤال وهو كيف يتم فحص الفوتوكابلر. مبدئيا كده يا صديقي عندك اكتر من طريقه لفحص الفوتوكابلر واشهرهم اللي احنا هنعملها دلوقتي لان دي اشهرهم واسهلهم كمان. هنجيب مثلا فوتوكابلر زي ده كده وزي ما احنا شايفين كده منطقه الدليل اهي واضحه قدام حضراتكم دي نقطه الدليل اهي. يبقى كده احنا عرفنا ان الطرف اللي عندها اللي هو ده رقم واحد اللي جنبه رقم اتنين كده اهو. خلاص كده انا قدرت اعرف ان الطرف ده رقم واحد اللي جنبه رقم اتنين والطرفين التانيين يا صديقي طالما احنا قلنا ان ده رقم واحد وده رقم اتنين يبقى اللي قصاد رقم اتنين على طول هو هيكون رقم تلاتة وبكده مفيش غير طرف واحد فقط لغير وهو الاخير واللي بيكون طرف رقم اربعة. هنا نجيب جهاز الافوميتر بتاعنا وعلشان نحدد يعني اكتر هتظبط لي جهاز الافوميتر اللي معاك على وضع قياس المقاومة او الاوم ونيجي هنا على طرف رقم تلاتة وطرف رقم اربعة. قلنا ان ده طرف رقم تلاتة واللي جنبه طرف رقم اربعة وهتحط سالب الافوميتر على طرف رقم تلاتة وموجب الافوميتر على طرف رقم اربعة وتبص لي كده على شاشة الافوميتر المفروض في الوضع ده ما يديش اي قراءة. في الوضع ده انا كده بفحص الترانزستور يعني انا كده بفحص الترانزستور الاول تمام. طيب انا عشان افحص الليد مش هينفع الا لما يطبق عليه جهد. الليد ده علشان افحصه لازم ياخد جهد وينور معايا. طيب الليد ده هيكون مثلا في نطاق الكام فولت؟ ده ليد هنديله 1.5 فولت. طيب 1.5 فولت ممكن تحصل عن طريق ايه؟ عن طريق حجر ريموت، الحجر ال 1.5 فولت الكبير وتكون مثلا عامل له قاعده صغيره كده وبطرفين سلك ويفضلوا موجودين معاك. انا دلوقتي هستخدم الباور سبلاي وهظبط الباور سبلاي عندي على 1.5 فولت. طيب ال 1.5 فولت دول هيوصلوا على مين؟ هيوصلوا على طرف رقم واحد وطرف رقم اتنين. يبقى هوصل الموجب الخاص بالجهد ال 1.5 فولت على طرف رقم واحد اللي المفروض هو طرف الانود وطرف رقم اتنين هياخد السالب علشان ده طرف الكاسود. طيب يا صديقي في الحالة دي المفروض يعني ان الليد نور يعني الليد كده حاليا منور داخل الفوتوكابلر واخد جهد يبقى لازم يكون مخرج الجهد بتاعه عن طريق الترانزستور الضوئي. وهاجي هنا بقى على اخر حاجة وهي مجسات الافوميتر وهحط موجب الافوميتر على طرف رقم اربعة الشكل ده وسالب الافوميتر على طرف رقم 3 اهو. المفروض هيديني قراءه على شاشه الافوميتر زي ما احنا شايفين كده اهو بيديني قراءه. ده معناه ان الليد شغال وتمام. يبقى كده الليد سليم عشان خرج معايا جهد او خرج معايا ضوء والترانزستور سليم علشان استلم الضوء ده وخرجه معايا هنا وقدرت افحصه بالافوميتر. طيب في الحاله دي لو الترانزستور ما ادانيش جهد لما جيت افحصه كده اثناء دخول 1.5 فولت للانود والكاثود رقم 1 و2 ده بيدل على ان الفوتوكابلر تالف واخد جهد ولكن مش مخرج. طيب لو اداني قراءه من غير ما اوصل موجب وسالب واداني قراءه على طول يبقى برضو الترانزستور نفسه تالف. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم وتكونوا استفدتوا منه كتير. طبعا مستني راي حضراتكم في الكومنتات واللي محتاج يستفسر عن اي حاجه برضو يكتبها في كومنت وان شاء الله باذن الله نرد عليه في اسرع وقت. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو اشوفكم على خير في فيديو جديد مع الف سلامه.